الجزر، زيت جوز الهند، ممكن استخدام زيت عباد الشمس أو زيت السمسم. هنبشر الجزر إما بالمبشرة اليدوية أو باستخدام الفود بروسيسور. في إناء زجاجي نظيف يتحمل درجات الحرارة هنحط الجزر المبشور. هنضيف زيت جوز الهند فوق الجزر المبشور بحيث ان هو يغطي تماما ويملى باقي الإناء. هنغطي الإناء بإحكام. في حمام مائي ساخن هنحط الإناء ببطء شديد علشان الإناء ما يتكسرش. هنغطي حمام المية وهنتركه لمدة 3 ساعات على نار هادية جدا. هنتابعه من فترة للتانية. هنا بعد أول ساعة ابتدى لون الزيت يتغير إلى اللون الأصفر أو اللون الأورنج. هنا بعد ساعتين لو المية نقصت في حمام المية هنضيف مية سخنة. هنا بعد 3 ساعات الجزر اتهرى جدا والزيت لونه تغير تماما إلى اللون الأورنج. هنقفل النار على حمام الماء وهنترك الإناء في داخله حتى يبرد تماما. هنطلع الإناء من حمام المية بعد ما برد ونبتدي نصفي الزيت بمصفاة زي ما احنا شايفين. هنصفيه في إناء جاف ونظيف. كده الزيت أصبح جاهز للاستخدام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش سبسكرايب لايك شير ونفعل الجرس. أشوفكم في الفيديو الجاي.